السلام عليكم. كما راكم تشوفون انا كنتواجد هنا في المنطقه ديال تازاغين، غندير واحد الجوله خفيفه نبين لكم يعني الفلاحه كي دايره هنايا، راه تقريبا الفلاحه كاع مشات للجفاف، ما كاين والو زعما. الصراحه الله يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين، الله يرحمنا بشي شتاء، لان كلشي ضاع اليوم. واخا راكم تشوفوا هذا الشيء خضر، ولكن هاد اللوبيا هذه كريني كانت وجدت بدات تعمر، ولكن للاسف الماء ما كاينش صافي بدات تيبس. هذه كما غادي نوري لكم، هذا الدره كما راكم تشوفوا، هو الدره قدامي عاود كلشي مشى، والجفاف ما كانت ترقطه ديال الماء، واحد النسبه قليله ديال الماء اللي كاين، حتى الحيوانات راه ما لقات حتى واش تشرب الحيوانات. شوف كما راكم تشوفوا الخوت هنا، راني داخل هنا في المنطقه ديال الزقزل، هاد البلاصه كتخوف يقول الجفاف، عندهم الدواء ناشف، الماء ما كاينش، الماء ما كاينش، تبارك الله، هانتو الدواء كلشي ناشف، لا فلاحه لا والو. منطقة زقزل ها هانت، شنو جا ولا شرا هيدا؟ ما جاش بكري حتى تمساق الاربع الجفاف، هانتوما الدواء ناشف، ها والله الا الدعوة ناشفة، ها والله ما كاين لا ما لا والو، حتى باش نسقيو ما كاينش، ها هو حتى هذا فكرو مسكين ما لقى ما يشرب، ها ها انت ها ما والو، هاد العين هادي نشفت حتى هي نشفت، ها ها حتى الموتور باش نجبدوها الماء ما كاينش، ها هو الله يرحمنا بشي شتا، ها انتوما الجفاف يا الخوت، والله الا الجفاف، ها شوف حتى زاغين، ها غادي يزقزل، ها مسكين الفكرو راه ما لقى ما ياكل حتى هو، ها هو انا الا خطاتو هاد الكلتا غادي يموت حتى هو، ما لقى فين يلعب، غادي يتخطا هاد الكلتا غادي يموت حتى هو يمشي، راه بقات له غير هاد الكلتا ديال الماء. بارك الله يجيب واحد 6 كيلو ياك اي شيء، يوزن 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 فيه ما يندار ياك اي، الله لا مسكين هو بغا يطلع انت، ها كثرت بغا يهرب كاع كثرت الجفاف، شوف 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 ها هو يطلع، ها يطلع او قلبو قلبو يا جمال قلبو قلبو يا جمال، او انت قلبو بوحدو، شوف هادي يطلع يجي الماء يطلع، ها والله الا سبحان الله، انا لقى غير هاد الكلته ديال الماء راه ما لقى فين يمشي، ها الجفاف الدوامي هادي كانت عامره وهادي عامره دوك يلبسو كاع يلبسو، ها هذا كلشي كلشي كاينه واحد هنا بعيده علينا فين ها 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 يطلع هنايا، ها انت هو بغى يطلع، راه يقلب على الطريق بغى يطلع فين ويمشي، تمشي تشوف يحيى واش هذا بري ولا ها فيها الماء، شو شوفوها ها انت ها انت شوف هذا راه بغى يطلع، ها هو هو خلينا شو يطلع شو يطلع يطلع عاونو يطلع، طلعوا شو نشوفوا فين غادي، نشوفوا فين غادي يمشي، يلا روح يلا روح، نشوفوا فين غادي يمشي، ها ها هو القهر اللي قلتها عاود، شوف 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 هذا راه هذا راه يسوى الثمن، هذه اي يدير الثمن قول لي، راه عنده غير هنا يعيش غير في هذا الماء، خصو الباسبور هذاك شي واحد يديرو، شوف 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 ها هو راه يا عمر الماء والو، هذه كلشي خضر كلشي يابسه الدعوه، هانتو فلاحة كلشي ضاعت، ها ما كاين لا ما لا والو، هانت كاين والو كلشي يبس كلشي يبس كلشي يبس، ما كاين لا والو نتسقي والو، الفلاحة ما بقات فيها والو هنايا، هاهي المنطقة ديال زقزل النواحي ديال تازاغين، هانتوما الخوت، ها الله يرحمنا بشي شتا وصيف كلشي يابس، هانتو شوف شوف واحد القلتة لداخل عاودة فيها الماء، فين راها جمال؟ هادي فيها الماء ياك؟ ودير لها واش غادير لها الموتور؟ دايما عامرة هادي؟ يفرسها بنادم عامرة بالماء، ولكن دايما عامرة ما تخوها بنادم ينقيها شوية، تقدر تسقي بها هادي؟ راه فيها لهنا سخان السوايع، واخا دير لها التيو هادي؟ ها انتم تشوف الله يرحمنا بشي شتا وصافي، ها انتم تشوف كثرة الجفاف، ها انتم
خصو ينقيها بنادم مش ديباني بها شكل بنادم يسقي غير شهر 7 ديباني بها بالله كانت البروده ماشي فلاح كلشي ضايعه ها انتم غادي نزيدو واش كان شي طريق منا كان شي طريق منا ولا لا ها يدخل فينا شي حديد ولا هنايا راه ها هذه من جهه العين هذه هي ولكن رانا دايرين فيها التيو يعني راه يدخل في التيو ما عرفتش هذه كان ديك اللي قلتها اللي مشيت لها ديالو راه كيهود منا تحت الارض ها هو من كان هنايا كيفوت تحت الارض كيمشي منا ويمشي تما واه راه تعمر به ديك الكلتة الصغيرة دوك انا الحياة هنايا يحفروا بديك البريمة واه ديك البريمة يلقاو الحال الماء هنا يحفروا هنايا غادي يجبدوا الماء لهنا الفائض راه كيخرج بالكامل واه شكون هادي تعمر فيه واش يهود ما انا شوف شوف هذه عين لا لا هنا عاشم علاش راه هود التيو لهنا قول لي التيو هذا تلاصق بزاف تما كلشي هادي الماء راه سقاوها هادي واحد 15 يوم اللي تسقات هادي كان شويه الماء ودي بانيو بها وصافي هي اللوبيا جايب ست هاد اللوبيا هادي هادي راه جايب ست هانتوما تشوفوا تبارك الله جايب ست هانتوما كانت شاده راسها ولكن كثر على الماء ما كاينش ونشفت كامله ضاعت كاع تقريبا راه ضيع كاع هانتوما قاعت هاد اللوبيا كاع كانت بدات تعمر بدات تعمر صافي بدات هانتوما ها بدات تعمر وبدات تيبس دوك الجفاف ما كانش الماء ما كانش الماء واش غادي ندير شي كلشي ديال الله ما عندنا ما نديرو او الخدام كيجلس هنايا ينعس هنايا هانتو هاد الفلاحة كلشي مشات واخا راه كتبان لكم خضرا يعني اللوبيا ديال الكريني راه تقريبا كاع ضاعت كاملة هادي راه كنقول لكم في طريق زكزل يعني في تازاغين طريق زكزل قريبة لتازاغين تقريبا على الطريق هاد القطعة ديال الأرض هادي الفلاحة على طريق زكزل قعدت نورت ولكن الماء ما كاينش كلشي غادي يضيع ما كاينش باش زكزل الله يرحمنا وصافي داكشي نطلبو هنايا هانتوما كلشي ناشف البصان ديال المسكين هادي وياك هادي البصان ديال الفلاح الصغير واه ديرها تما جمال غادي ندير غير هنا بركات هي كاين بركات غير هادي نديروها مع ها انت ملويزه ها هي ملويزه باش نديرو البراد ها انت هذا البصه ديال الفلاح الصغير هذا ديال هذا البصان ديال الابتدائي البصان ديال الفلاح الصغير هذا كيما كتشوفوا تبارك الله هادو الماء شويه القصبر وشويه المعدنوس هو بعدا راه كاع ضاع كان هو نورمالمون يكون مزيان خضر وفيه الريحه ديالو زينه ولكن حتى الجوده ديالو نقصت لانه كثرت الجفاف وقلت الماء كما تشوف هذا راه المعدنوس كاين القصبر وكاين المعدنوس هو قدامي هنايا يعني.